هاد المرة غادي نسافر بكم للأطلس الكبير، وبالضبط لمنطقة سيدي حسين اللي كتبعد على مدينة أمزميت بحوالي 3 كيلومتر. فخليكم مع الفيديو باش تكتشفوا هاد المنطقة الجميلة. هي منطقة خلابة بطبيعتها الجبلية اللي كتنبض بكل أنواع الحياة الطبيعية الساحرة. إلا انتقلتي بين جبالها غيكون لك رأي آخر، مثل إيزيكر، أي ترغيت، أزرو، ودكر، إيمين الدوني، تاونغاس، أسيف المال، إيمين تالا، وتسكورت إلى غير ذلك. جبالها اللي كتخفي خبايا ساحرة للأسف اللي ما كيعرفوهاش الناس، زيد على ذلك كرم أهل الأمازيغيين. صراحة منطقة تستحق النمو السياحي والاستثمارات القابلة. سيدي حسين، وما أدراك ما سيدي حسين. المناظر الخلابة والناس البسطاء المضيافين أهل الكرم، قضينا فيه أيام رائعة برفقة العائلة والأصدقاء. ومن هذا الفيديو تنقول لكم لكم سلام الحار، وشكرا على اللحظات الجميلة اللي قضيناها مجموعين. أرسيس تشكين تقبيلين أو كل جهة أريد عمار السنة 11 محرم 12 محرم، أقل 13 محرم. أرسيس تشكين كله القبائل أرجي تشكين غو دوزرو غنقل وردوز إدناسن ولا بنتع وزقيتا تيزقين كلو المنطقة نومزميز أرضي التشكيس. Thank you.
Thank you.
الله.